كانت إيه كواليس انعقاد المجمع الرهباني اليسوعي سنة 1974 بمشاركة بيرجوليو؟ وإيه كانت رسائل البابا بولس السادس لليسوعيين في الوقت ده؟ وإزاي استقبل بيرجوليو كلمات البابا ووثائق المجمع اليسوعي في ضوء حال جماعته اليسوعية الأرجنتينية؟ كان بيرجوليو من بين 237 ممثلاً إقليمياً مشاركاً من 5 قارات حول العالم في أعمال المجمع العام للرهبانية اليسوعية رقم 32 بروما. على غير العادة، انعقد المجمع على مدار 13 أسبوعاً فقط ما بين ديسمبر 1974 ومارس 1975. كان الغرض من المجمع ليس فقط انتخاب الرئيس العام الجديد للرهبنة، وإنما تعزيز التضامن بين اليسوعيين من أجل التجديد المنتظر تحقيقه بعد انتهاء أعمال المجمع. خلال العام 1974 حاول مجموعة من اليسوعيين الأسبان أنهم يستقلوا بنفسهم عن الجماعة اليسوعية العامة وأن يكون ليهم إدارة مباشرة من الفاتيكان غير إدارة الرهبانية. حاولوا قبل انعقاد المجمع العام رقم 32 اللي انعقد في شهر ديسمبر سنة 1974 أنهم يحصلوا على موافقة البابا بولس السادس بتبعيتهم المباشرة ليه، لكن البابا رفض طلبه. قبل المجمع مباشرة طلب الأب أروبي الرئيس العام للرهبانية اليسوعية من الأب بيرجوليو رئيس الجماعة اليسوعية الأرجنتينية بأنه يؤمر قائدهم الأب بيوداس اللي كان يسوعي بيخدم في الأرجنتين تحت رئاسة بيرجوليو بأنه يسيب روما بسبب محاولتهم توزيع منشورات ضد الأب أروبي وقت المجمع. وبالفعل بمساعدة بيرجوليو ساب الرهبان الأسبان روما. لكن التحدي الأكبر اللي كان قدام اليسوعيين في المجمع ده هو رسالة التحذير المغلفة بالحب اللي وجهها البابا بولس السادس لليسوعيين في كلمة وقت انعقاد المجمع اليسوعي، خصوصاً أنه كان معجب باليسوعيين، كان مقرب منهم، وكان بيعتبر الجماعة اليسوعية أحد أهم الجماعات اللي ممكن تترجم أعمال المجمع الفاتيكان الثاني على أرض الواقع. كان الكثير مما جاء في خطاب بابا روما حينها بمثابة تذكير بالشخصية الجذابة لليسوعيين. خاطب البابا يومها اليسوعيين بهذه الكلمات قائلاً: حيثما كانت الكنيسة وحتى في أكثر المجالات صعوبة وقساوة في تقاطع طرقات الأفكار والأيديولوجيات وبداخل المجتمع وزواياه، كان هناك ولا يزال الحوار ما بين الرغبات العميقة للبشر والرسالة الخالدة للإنجيل، حيث كل ذلك كان اليسوعيون وهم لا يزالون. يصف بيرجوليو هذه الكلمات بأنها من أجمل الكلمات التي قيلت عن الجماعة اليسوعية من طرف جميع باباوات الكنيسة على مر الأوقات منذ نشأة الرهبانية اليسوعية. كانت كلمات البابا لليسوعيين بمثابة نداء عاجل بأنهم ما يتخلوش عن مضمون خدمتهم الإرسالية، وأنه عليهم التكيف مع العصر من غير ما يسقطوا في تجاربه المتمثلة في الشك والعشوائية والذاتية والعقلانية المتشددة، وبالتالي ممكن يفقدوا هويتهم. بالنسبة لبيرجوليو كانت كلمات البابا بولس السادس بمثابة باعث جديد وداعم في تشكيل رؤيته لإصلاح حال الرهبانية اليسوعية المنقسمة في الأرجنتين بفعل الأفكار والأيديولوجيات المتشعبة وقتها، خصوصاً مع تحذير البابا لليسوعيين من أي وجهات نظر خاطئة عن الإصلاح والرسالة اللي ممكن تقود الرهبانية للانحدار باتجاه المجهول. بالرغم من قوة كلمات البابا لليسوعيين، لكن بعضهم حس بالارتباك ويمكن بالأسف، لأنهم كانوا متجمعين في روما لمناقشة قضايا الفقر والعدالة، لكن فوجئوا إن البابا بيخطبهم عن الطاعة والتعليم والالتزام الإرسالي والرهباني. ظهر الارتباك واضح في المرسوم رقم 4 الصادر عن المجمع، واللي دعا إن يكون العمل من أجل العدالة الاجتماعية هو الهدف الرئيسي لأعمال وأنشطة اليسوعيين، واللي تسبب من وجهة نظر بيرجوليو وقتها في انخراط اليسوعيين في الحركات السياسية بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية كمطلب أساسي لإرساليته، وبالتالي فقدان هويتهم اليسوعية. بيرجوليو ما كانش مقتنع بالمرسوم الرابع، وما كانش بيتكلم عنه مع المبتدئين اليسوعيين في الوقت ده، لكن كان بيستعين بمواد تانية من إعلان المجمع اليسوعي رقم 32 في تكوين اليسوعيين الجدد. بالنسبة لبيرجوليو الرئيس الشاب للرهبانية اليسوعية، كانت رسالة البابا بولس السادس إعلان الإنجيل هي المصدر الأساسي لعمله ورسالته وتعليمه لليسوعيين الجدد. بعيد عن المرسوم الرابع للمجمع اليسوعي، فضل بيرجوليو يستشهد بمقتطفات من رسالة البابا بولس السادس دي وقت رئاسته للجامعة اليسوعية وبعد ما بيجي أسقف وكاردينال وبابا، وبيوصفها وقت ما بيجي البابا فرانسيس بأنها أعظم وثيقة رسولية كتبت على الإطلاق. لو عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن مشاركة الأب بيرجوليو في أعمال المجمع اليسوعي سنة 1974 نقدر نلاقيها في كتاب طبيب النفوس. معاكم إبراهيم ناجي.